خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور شريفه شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمه والتنميه المستدامه بوزاره التخطيط. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا فندم. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. يمكن احنا شايفين اللي بيجرى حوالينا في الدنيا والحرب الروسيه الاوكرانيه وما الى ذلك، وبالتالي ده ادى الى صدمه اقتصاديه بتحصل في العالم كله. احنا بالتاكيد زينا زي كل حته في الدنيا بندفع ثمن هذه الصدمات، ولكن الحكومة يمكن زي ما احنا يعني واخدين بالنا ان الحكومة واخدة او بتتخذ مجموعة من الاجراءات لانها ترفع القدرة والقوة بتاعة الاقتصاد المصري على امتصاص هذه الصدمات، صح كده؟ تمام تمام. ازاي طبعاً. بقى؟ طبعا احنا كان في حزمة ريفورمز اتعملت يعني السنين اللي فاتت، وهي دي اللي يعني ادت الى ان احنا نقدر نستوعب الصدمات دي، وتداعيات كورونا كمان كانت واضحه جدا ان الاقتصاد المصري قوي. معاك يا فندم. فيعني هي حزمه القرارات اللي اتخذت الخاصه بالايكونوميك ريفورم اللي حصل السنين اللي فاتت هي دي خلت مصر مستعدة ان هي يعني تستوعب اي صدمة ممكن تجيلها بسهولة جدا يعني. كويس خالص. طيب علشان اقدر او نقدر نشرح للمواطن اللي جرى، في حاجات عملناها لو ما كناش عملناها كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا يعني تقع على كاهل المواطن المصري. عايز اعرف منها امثلة، يعني مثلا عملنا كذا لو ما كناش عملنا دي كان هيحصل واحد واثنين وثلاثة. هو طبعا يعني الاقدر يعني اللي يقدروا يردوا على السؤال ده اكثر طبعا الاقتصاديين. انا طبعا هيك عارف ان احنا طبعا معهد قومي للحوكمه والتنميه المستدامه، ايوه، منوط بيها رفع الوعي والتدريب وبناء القدرات البشريه اكثر. يعني الزملاء طبعا في وزاره التخطيط هم الاقتصاديين هم ممكن يردوا على الاسئله دي بطريقه افضل مني. مفهوم. ما هو اللي انا بقصده انه من باب رفع الوعي احنا المفروض نوجه المواطن انه يسير في اي اتجاه. طبعا احنا بنعيش زي ما حضرتك قلت، احنا بنعيش صدمات موجوده، ومصر مش بس لوحدها اللي شايفه الارتفاع في الاسعار وتوابع الحروب اللي حاصلة حوالينا أو الحرب اللي حاصلة حوالينا دلوقتي، حرب اليوكرين وروسيا والكلام اللي حاصل ده. فإحنا لازم كشعب يعني كلنا مضرورين في العالم كله طبعا، زي ما تم يعني الضرر لينا في كوفيد-19 كان برضو يعني جائحة عالمية برضو توابع اقتصاديا واجتماعيا هنشوفها توابع الحرب اللي حاصله دلوقتي. مظبوط. اشكرك جدا يا دكتور شريفه، كل الشكر دكتور شريفه شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمه والتنميه المستدامه بوزاره التخطيط.